السلام عليكم، كيفتم؟ لاباس عليكم؟ صحه لاباس؟ نتمنى ان شاء الله تكونوا بخير وعلى خير. مرحبا بكم معايا في قناتي مطبخ نظيفة. اليوم ان شاء الله غنشارك معكم العراضه ديالي اللي عملت وشي وجدت فيها. نتمنى يعجبكم الفيديو، اكيد الا تفرجتوا فيه شي وات اللي هما مزيونين غينفعوكم ان شاء الله في توجدهم لضيافكم ولوليداتكم. خليكم معايا باش تشوفوا المقادير وطريقه التحضير وتشوفوا كيفاش وجدت الطبيله هذه. وصافي البنات، كما كتشوفوا اول حاجه غنبدا بها معكم هي التحليه. كما شفتوا معايا عملت يترو ديال الحليب، 3 ديال الكتشارات ديال السكر، 3 ديال الكتشارات ديال النشا. كنخلط كل شيء مزيان قبل ما نديها للبوطه باش ما تكورش ليا المايزينا في الحليب. صافي غنخلط كل شيء مزيان كما شفتوا، غنديها فوق البوطه نبقى كنحرك فيها، كنستمر هيدا بالتحريك كتبقى تعقد. صافي غنحيدها من فوق البوطه، غنزيد لها البنات جوج ديال دانون مسوس او لا زيدولا كاس كبير ديال اللبن. حتى اللبن كيعطيه واحد المذاق اللي هو غزال بزاف. صراحه انا اللي كان عندي كنعملو، اللي كان عندي دانون عملت دانون. صافي غنعملها هيدا في الزليفات اولا في الكويسات ثم شنو بغيتو. يا رب الزربه كتعقد، يعني كنزرب عليها كنخويها هيدا في الزليفات. كما كتشوفوا تبارك الله يترو ديال الحليب راه كيخرج زعما خير الله، حيتاش انا عملت هنا زليفات اللي هما كبار، الا كانوا كويسات صغار كيخرجوا بزاف. صافي غندوز الطبقه الثانيه اللي غنزوق بها. مهم عملوا اي فروتة عندكم، كيوي الفريز مهم اللي كان عندكم البنات. انا كما كتشوفوا معايا قطعتو، غنعملو هنايا كيوي، غنعمل معلقه ديال السكر كتبقى على حسب الذوق وعلى حسب الفروتة ديالكم واش حلوه ولا ماشي حلوه. مهم ذوقوا. وصافي البنات زدت هنايا معلقه ديال الفلان، ما غنعملش يعني خلاطينه، غنعمل فلان صافي باش هي اللي غتعقد ليا وغتجمع ليا الطبقه الثانيه. كما كتشوفوا طحنت ودوزت كلشي في الخلاط، غنصفيها باش نزول من هذيك الكويرات وغنخويها كطبقه ثانيه. ساهله بزاف البنات، التحليه كتوجد بالزربه وكتعجب الوليدات وكتعجب الكبير والصغير، كتجي غزاله بزاف. وصافي البنات كما شفتوا خويت هنايا هاد كما قلت لكم الطبقه الثانيه عملتها بهذا اللون هذا، واخرى غادي نعملها حتى هي بالكيوي. وصافي كيجيو على هذا الشكل، كنعملهم في النبيره بالزربه يعني بالزربه كيتجمعوا وكيجيو صراحه بنان. ديك الساعه زوينوهم من الفوق بالديسير ولا خليهم هكذاك. هنا كنت وجدت فلان، ودابا البنات غنبدا نوجد معكم. اول شيء غنشارك معكم هذا اللحم، هذا كيجي مع السلق غزال بزاف. صافي بالنسبه للحم البنات غسلته خليته كيقطر ليله كامله. انا اللحم ما كنشرملوش نهار قبل، دائما كنحاول نغسلو مزيان وكنخليه يقطر، لان اللحم البنات كيطلق الدم. ما كيعجبنيش نشرملو، يعني كيعجبني نشرملو ديريكت كنطيبو. كما كتشوفوا معايا عندي هنايا واحد تقريبا 3 كيلو ديال اللحم، غنعمل معلقه كبيره ديال العطريه ديال اللحم. الكميه ديال العطريه كتبقى على الكميه اللي عندكم البنات ديال اللحم. صافي المعلقه ديال العصريه ديال اللحم، الخرقوم البلدي، الابزار، والسكنجبير. دائما السكنجبير كيكون اكثر من الابزار. والملحه كتبقى على حسب الذوق، وردوا البال لان الوصفه غيكون فيها الصوجا باش ما جيناش ملحه. والكاس ديال التين، هذا هو يعني السر ديال هذه اللحم البنات، كيجي فيه واحد المذاق غزال بزاف. باش نخلطوا العطريه بالماء كنخلطوها بالتين. وصافي البنات غندوز ديك الطريفات ديال اللحم كاملين هيدا بحال هاد الشكل. اخترت انا نطيب في الطنجره باش هاد الحيمه ديال الملح كي ما كيجيوناش شي فوق شي، كيبقاو هيدا في الشكل ديالو مزيون. وصافي انا بديت باللحم البنات لان ما شرملتش الدجاج اللي لا قبل، بغيت الدجاج دابا نشرملو نخليه يشرب الشرموله على بيد من يطيب ليا اللحم. صافي عملت هنا جوج بصلات متوسطين ماشي كبر بزاف، غنفرشهم هيدا في القاع ديال الطنجره، وداك الساعه غنستفيد الحيمات ديالي ومره مره نبقى نقلبهم. كيطيبوا البنات كيجي فيهم واحد المذاق. المهم هذا اللحم صراحه اللي كلاه كيعجبو، كيجي معسل، كيجي فيه مذاق خطير. صافي كما شفتوا انا ما قليتو ما حتى شي حاجه، دابا غنديه نحطو فوق البوطه. باقي ما عملت لا زيت لا والو، غنخليه تيشرب شويه الشرموله، غنشعل العافيه نبقى نقلب فيه مره يشرب ليا شويه ديك العطريه، وداك الساعه عاد غادي نضيف له الزيت وشويه ديال الماء اللي غيطيب فيه اللحم.
صافي كنبقى نقلبو فحال هكذا. هاد الطريفه تاع ديال الملج كيجيو صراحه غزالين، هيدا معسلين كيجيو فنين. صافي البنات فحال هكذا، اللحم بدات كتشرب ليا العطريه. دابا غنزيد لها واحد المعلقه كبيره ديال الزبده، من احسن تكون زبده ديال الماكله، يعني زبده حيوانيه كتعطي واحد المذاق اللي هو مزيون. والصوجا صافي كنعمل هنا واحد تقريبا واحد 3 حتى 4 ديال الكوتشارات ديال الصوجا، وزيت الزيتون حتى هي كنعمل شي نص كاس هكذاك، وكنخليها البنات كما شفتوا. ديك الصوجا مع التشي مع ديك المذاق ديال الزبده كيجينا واحد المذاق البنات غزال بزاف. صافي بالنسبه للماء ما غنعملش بزاف ديال الماء، غير شويه يعني على عافيه مهيله البصله كتطلق الماء، اللحم حتى هو كيطلق الماء يعني غادي يطيب. صافي غنعمل العريش ديال الربيع وغنخليها البنات نشد عليه يطيب على خاطر خاطرو. ندوزو دابا البنات للشرموله ديال البسطيله. عندي هنايا البنات الدجاج ديال البسطيله اللي غنعمل بيه بسطيله، شويه الملحه، شويه الابزار، الكميه كتبقى على حسب، كما دائما كنقول لكم على حسب الكميه اللي عندكم ديال الدجاج ولا ديال اللحم. الابزار والسكنجبير والخرقوم البلدي، شويه ديال القرفه، هاد الضمه هذه ديال الزعفران شعره، الا كان عندكم زعفران شعره ضيفوه، حفينه هيدا ديال القزبر والمعكنوس، وكنخلط كلشي. بالنسبه للكميه اللي عندي هنايا ديال الدجاج، عندي هنايا دجاجه كبيره وكيلو ديال الصدر ديال الدجاج، يعني ديك الدجاجه تقريبا فيها واحد كيلو ونص، مع كيلو ديال الصدر ديال الدجاج تقريبا عندي هنا واحد 2.5 كيلو ديال الدجاج. صافي غنزيد لهم البنات هنايا البصله، غنحاول البصله نعملها من تحت. انا شرملت في الطنجره كما كتعرفوا فاش كتكون عراضه كيتجمعوا لينا القشيعات وهذه، حاول زعما باش ما نرغونش راسي. شرملت في نفس الطنجره، دابا غنحاول ديك الدجاج نعملو من الفوق البصله من تحت. من صور البصله تقريبا عندي هنا واحد 1.5 كيلو ديال البصله، يعني هذا البسطيله كتبغي البصله هيدا باش كنحتاجو ديك طبقه ديال كتكون ديك العقده هيدا كتنشف كتجي معسله كتجي غزاله. وصافي البنات خليت هنا الدجاج كما شفتوا ما عملت له لا زيت لا والو، خليته مثل معلقه ديال الزبده بدا كيشرب في العطريه. عاد ديك الساعه غنعمل واحد كاس لارب ديال الزيت الزيتون، كما كتعرفوا البسطيله كتبغي ليدام، تقريبا عملت لنا واحد كاس لارب ديال الزيت، حيت مازال غنزيدو البيض، مازال يعني كنحتاجو الزيت في البسطيله ديالنا. صافي البنات اللحم ديالي هو كيطيب، البسطيله حتى هي تقريبا اللحم يعني الدجاج ديالها تقريبا هو غادي يطيب. الدجاج شرملتو، بغيت نفسخ اللوز، الكبده حتى هي غليتها في شويه ديال الماء، مهم كنحاول نحيد عليا القشيعات وكنعمل حاجه بحاجه. صافي هو الدجاج ديال البسطيله طاب، شوفوا البنات جا دايب جا غزال كيتفرتو تغيب بوحدو. وغنخلي هذه هي البصيله غنرجعها تعقد. صافي اللحم كما كتشوفوا دخلوا الطياب، غنحاول نعملو في واحد الطنجره غير بلاتي باش هاد الطنجره هذه نعمل فيها الدجاج اللي شرملت. وصافي ومره مره كنحرك ديك البصيله ديال البسطيله. غنزيد لها البنات السكر، بالنسبه للسكر انا تقريبا عملت واحد 4 ديال المعالق كبار ديال السكر، المهم الذوق على حسب الذوق ديالكم، واش كتبغيوها حلوه ولا شويه. درت واحد المعلقه ديال القرفه، وعندي هنايا البنات 8 ديال البيضات اللي طربتهم، وكنضيف شويه بشويه وكنخلط مزيان. ضروري نتوما كتزيدوا البيض ونتوما كتخلطوا باش ما يعقدش لكم تجيكم على شكل طورتيه. وصافي زدت هنا واحد المعلقه ديال الزبده، مهم نتوما كتشوفوا الا خصكم ليدم كتزيدوا الزيت ولا الزبده. صافي غنخلي البصله تنشف، اللوز فسختو قليتو غندوز نطحنو. بالنسبه للوز عندي هنايا كيلو ديال اللوز اللي قليتو، حيت منه واحد زلافه اللي غنزين بها الاطباق ديالي، وتبقى عملته كامل في البسطيله، يعني تقريبا كما قلت لكم كيلو حيت منه زلافه. اللوز بعد ما هرمشتو خليته هيدا شويه مهرمش، ما طحنتوش مزيان، شويه زدت له شويه القرفه، شويه السكر كلاصي غير شويه البنات، ما بغيتش زعما تجيني البسطيله حلوه بزاف. غنزيد لها شويه ديال الزبده نوازيط، اولا زيدوا لها شويه ديال ليدام اللي كتقطروا من 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 البصله. وصافي البنات كما كتشوفوا كنخلط كلشي مزيان. البصيله ديالي شوفوا كيفاش كتجي البنات، كتجي غزاله بزاف، ما كيجيش فيها البيضه تبينين نهائيا. وغنلوي هذه البصيله في العجينه الكنافه. الدجاج بعد ما طابته هو البنات قليته، ما حمرتوش، قليته يعني ما عملتوش في الفران، قليته في الزيت، حيت الدجاج كما كتعرفوا مقلي طعم اخر لا علاقه مع هذاك اللي في الفران.
وصافي البنات. والضغميره ديالي شوف كيفاش كتجي، كتجي غزاله البنات، كتجي واقفه في زيتها كما كنقولوا. ما شاركتش معكم كيفاش شرملت الدجاج وكيفاش قليته وكيفاش، لان البنات هيجيني الفيديو اللي هو طويل. حتى بالنسبه للبسطيله ديال الكنافه ما شاركتش معكم كيفاش جمعتها، المهم عطيتكم المقادير ديالها كاملين كيفاش طيبتها وكيفاش جمعتها، ما شاركتش معكم. شفت الفيديو غادي يجيني طويل بزاف، ان شاء الله كل حاجه نحطها لكم في فيديو بوحديتها. وصافي دابا دوزنا للتقديم البنات. كما كتشوفوا الدجاج عملته هنايا في هذا الطبسيل هذا اوفال. صافي الضغميره ديالو حطيتها له هيدا في الجناب، وزوقت هيدا بشويه ديال الحامض مسير واللوز، تقدر تعملوا الزيتون اولا اللوز. صافي هذا هو الشكل النهائي ديال الدجاج محمر، جا صراحه بنين بزاف البنات. واللحيمه ديالي هي هذه، عملتها في الطنجره سخنتها. دابا ندوزو للتقديم. حتى هي اختاريت هذا الطبسيل هذا، حتى هو اوفال نفس الطبسيل اللي عملت فيه الدجاج. واش غنقول لكم على هذا اللحم البنات، صراحه جا مع السلجم جا غزال بزاف. شوف المريقه كيفاش كتكون خاطره. بما ان اللحم طيب بالتشين، بغيت نزينو هيدا بالتشين، ما عملت لا برقوق لا حتى شي حاجه، خليته هيدا حسبي. زينت غير الطرفه ديال التشين مع السليم، هاد التشين هذا اللي كنت صايبت به العسل، وديك التشين والليمون اللي كنكون كنعمل كنحيدو كنزين به الاطباق ديالي، كيجي غزال في المنظر. وصافي البنات، لا تقدروا تعسلوه عادي، المهم نتوما شنو عندكم. صافي البنات، زينت هيدا بشويه ديال اللوز مقلي، ديك القرمشه مع التعسيله شادي نقول لكم كيجي مزيون. بالنسبه للكنافه ديالي بالدجاج، بعد ما زولت عملت في الطبسيل هذا اوفال، صافي غنزين غير بشويه ديال السكر كلاصي من الفوق. عملت هاد الكنافات الصغيورين حتى هما، هادو عملتهم بالعقده ديال اللوز، زينت بهم الجناب. بالنسبه لهاد الكنافه تبارك الله كبيره ديال 45، ما جاتش باينه لان الطبسيل كبير بزاف كتبان فيه الكنافه صغيره. صافي انا اختاريت نعملها في هاد الطبسيل على حساب الحطه اللي عندي في الطبله، تقدروا تعملوا في الطبسيل داير، المهم التقديم كيرجع ليكم، كل واحد كيقدم بالذوق ديالو وكيفاش غيحط الطبله اش من بلاطوس عنده. انا شاركت معكم داكشي اللي عملت. صافي البنات كما شفتوا، زينت غير بشويه ديال السكر كلاصي. صافي بغيت تبقى باينه هيدا، يعني ديك العجينه الكنافه بغيت تبقى باينه، ما غاديش نسرجيها ونغطيها. صافي البنات، هذا هو الشكل ديالها، كتجي على هذا الشكل. ودابا بقى ليا غير نشارك معكم الطبيله. كما كتشوفوا حطيت الزيتون، واخا ما حطيتوش فوق الدجاج، حطيته هيدا في الجناب ديال الطبسيل اللي كيبغي الزيتون الاحمر. كما كتعرفوا كيتواتى بزاف مع الدجاج المحمر، الهريسه هي ضروري. والكنافه ديالي حطيتها على هذا الشكل، كتجي غزاله بزاف. جات صراحه غزاله البنات، ما كنتش قطعتها لكم، ولكن انا من بعد غادي نوريها لكم، حتى تسالوا الناس الماكله عاد نوريها لكم من الداخل. صافي حطيت شويه ديال الزيتون بيض، والطبسيل ديالي ديال اللحم على هذا الشكل، وضروري مشويه ديال الخضيره في الطبله. عملت غير هاد اللوبيا الصوتي. وصافي الديسي اللي وجدت معكم هو هذا، والخبيز ديال الدار. صافي البنات، هذه هي الطبيله ديالي، كتجي على هذا الشكل. نتمنى تعجبكم الطبله ديالي ويعجبكم الوصفات اللي كنشارك معكم. وشكرا للناس اللي كيخليو لي كومونتيرات زوينين، شكرا لكم بزاف على المتابعه والتتبع. نتمنىكم تبارطاجيو الفيديو مع الناس باش يطلع شويه الفيديو، وزعما اللي شاف الفيديو غادي يستافد. صراحه الوصفات اللي كنقدم لكم زوينين، ولكن ما كاينش تفاعل في الفيديو مره، واخا كنصور صراحه ما كنقدرش نحط لكم الفيديو دابا ساعه لان ما كايناش المشاهده بزاف. نتمنىكم تبارطاجيو الفيديو، شكرا لكم على المتابعه والتتبع. نتلاقاو ان شاء الله في الفيديو جديد مع وصفه جديده. خليت لكم راحه الله، وبسلام عليكم.